يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سبق لي ولله الحمد الحج، وفي هذه السنة أنوي أن أحج، ووالدي يقول حج عن جدك، فهل طاعته تكون من البر أو أن أحج من نفس عن نفسي؟ هذا هو الأفضل. لا، أطع والدك، هذا من البر، هذا من البر لجدك ولأبيك، أنت على أجر إن شاء الله. نعم.